انت تشرب وتشرب نوبات كثير يا هادي، دحج عليك اشوفك، انا اشوفك واشوف بطنك ايش مليان، اعرفك. بس هم ما استخدموا وياك اسلوب الاصلاح، وعليه ترجع للامن واهلا وسهلا. بس احذرك من شغله، نوبة الاخرى الشرب، وهاي بطنك شوي خففها لان هذه مثبوره من الشرب، فدير بالك على نفسك. واهلا وسهلا بيك، وترجع معزز مكرم. اياك من هاي، ترى نوبته الاخرى من تنقل واحد بغير حق انق لكم مكانه. سيدي انا كل حق ماله، يعني كل حق ما ثبت علي انا سيدي. يعني سيدي انا يعني انت ليش تسوق السياره مكانه؟ سيدي كان سيارة موجوده، ليش تقول له اعتبرها من خلال الواجهه؟ لا سيدي توقع الخارج جهاز ولا لا سيدي اسمح لي. بعدك هلك بارد. يلا مساء يوم 18/9/84 حضر منسوبنا المحترم هذا اللي تشوفوه أعلى إلى البار الذي يعمل فيه، وأحتسى 11 قنينة كبيرة مما جعله يفقد السيطرة وأخذ يضرب المنضدة الجالس عليها. تريد تصير شقاء وانت من عيون الوالدين؟ انت شوفي هلك بارك، احنا عندنا حلاق بالمديرية بلموس. وين حطيتهم التسعة؟ وين حطيتهم؟ انت كلك يلا تيجي 10 بطالة. لو توزنك انت لو مثل البزون ياكل كيلو يوزنه يطلع كيلو. لدى تصفح الظاهرة المنسوب تبين لنا بأنه عوقب 8 مرات بالحبس ومحال إلى المحكمة الدائمية، وحكم لمدة 2 شهر محال لمحكمة الشرطة بالحبس لمدة 1 و21 يوم و10 أيام. كل هذا النيوم خلي؟ كل هذا النيوم؟ يدخل السجن الانفرادي خلال فترة السجن كاملة. يلا زينوه حطوه بالسجن. يلا انا على ابو لك الشارب كلب.